المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما الهام شنال. جسمان إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكون الأمور ديالكم مزيانة وفي التمام عند جميع السيدات وعند جميع الحبيبات الوفيات على القناة ديالي دائما الهام شنال. لا فيديو ديال اليوم غادي تكون وصفة مختصة بالوجه، تحديدا بمكون واحد اللي غنعملوه على البشره ديالنا، غادي يصفيها لينا، غادي يحيد لينا نمشو الكلاف، غادي يخلصنا من السمرار، من البقع الداكنه، من كل هاد المشاكل، من جميع هاد المشاكل ان شاء الله وباذن الله. كذلك كنتمنى فقط تجربوا هاد الوصفه وتردوا علينا في الكومونتير، فنحن دائما في انتظار تعليقاتكم الرائعة والجميلة. وأيضا ما تنسوناش بدعواتكم واشتراككم في القناة واللايكات، ولا عجبتكم هذه الوصفة ما تنسوش تعملوا لها بارتاج أو شير مع الحبيبات والصديقات ديالكم باش إن شاء الله تعم الفائدة للجميع. وما تبخلوش علينا دائما بالنتائج ديالكم او النتيجه ديالكم، يعني متجربوا اي وصفه طبيعيه، خليو لينا كيفاش جاتكم الوصفه، واش تواتات معكم ولا لا، واش عجباتكم وسي ولا لا. وحتى هاد الاشياء على راسي وعيني انني نرحب بها في لي كومونتير. وعلى بركه الله نمشي واش نتعرفوا على مكونات هاد الوصفه، ثم طريقه التحضير، ثم طريقه الاستعمال. وغنبدا هنا باول مكون اللي هو بودره النشا او ما يسمى بالذره او المايزينا. بالنسبه للذره كتجي بهاد الشكل، المايزينا او الذرة هي متوفرة في جميع المحلات التجارية سواء الكبرى او الصغرى. ايضا غادي نحتاج لتاني مكون اللي هو الماء ديال الورد. فالماء ديال الورد انا شخصيا خديت هذا ديال قلعة مكونة، صراحة ديما كناخدو كما شفتو مكتوب صالح للعين والتجاعيد والحمى، وايضا صالح لبشرة الوجه، يعني كيكون صالح للبشرة ديال الوجه، فماشي باش نستعملوه ويسبب لنا حساسية او حكة او حمرار او بزاف ديال الامور من هذه النوعية هذه. فضروري ما تاخذوا الماء ديال الورد اللي كيكون اكيد صالح لبشره الوجه ولجميع انواع البشره، سواء كانت يعني بشره جافه، سواء بشره حساسه، سواء بشره دهنيه، سواء بشره عاديه، يعني يكون كيتواتم مع جميع انواع البشره. وصراحه من الاحسن ومن الافضل انه يكون الماء ديال الورد اللي نتوما ديجا مقطرينه باليدين ديالكم. صراحة هاد القضيه هادي زوينه وسهله ومهله، وكتكونوا كتستعملوا البشره الوجه ديالكم شي حاجه اللي 100% بيو و100% طبيعيه وما غاديش تسبب لكم اي ضرر. فانتم ولو شو ديالكم بغيتوا تاخذوا اي ما ورد اللي هكذا كيتباع يعني جاهز، ممكن بغيتوا تجيبوه للبيت وتقطروه باليدين ديالكم، ممكن يعني انتم كيبقى له شويه ديالكم اكيد على حسابكم وعلى حساب داكشي اللي بغيتوا. كما كنقول لكم ابدعوا كما تشاءون، يعني دائما الحاجه اللي تبات معكم عملوها، والحاجه اللي ما تواتش معكم دائما هي اللي ما تعملوش. على بركه الله بعد ما تعرفنا على جوج ديال المكونات اللي غادي نعملوهم في هذه الوصفه، هذا فهاد الوصفه هادي غير هو المكون الاساسي صراحه، راه هو النشا، غير المكون الثانوي اللي هو الماء ديال الورد كما سبق لي وذكرت في الوصفه، غير بمكون واحد كما هو مكتوب في العنوان. فعلى بركه الله كما قلت لكم نمشيو لطريقه التحضير وطريقه الاستعمال، وناخذ المكون ديالي اللي هو الماء ديال الورد السائل، ضروري لانه يعني ما يمكنش البودره ما نعملو معاه حتى شي سائل، يعني من المستحيلات صراحه. فبسم الله ونخلطوا المايزينا بواسطة ملعقة، نحاولوا نحركوا من التحت لأنه كما كنعرفوا على النشا أو ما يسمى بالذرة أو المايزينا كتبقى لاصقة لينا في القعر ديال الإناء كما شفتوا، كتولي لينا بحال الحليب الوصفة.
وبعد ما كنحركوا كل المكونات مزيان، يعني الوصفه كتكون سائله بهذا الشكل هذا، كناخذوا واحد القطعه ديال القطن كنغمروها في الوصفه، من بعد كنطابيو الكل على البشره الوجه ديالنا حتى كتشرب لينا الوصفه. كنتظروا المده ديال 15 دقيقه اي ربع ساعه، من وراها كنغسلوا البشره الوجه ديالنا عادي بالماء والصابون او الماء والغسول، ومن وراها ضروري ما نرطبوا البشره كيف ما كانت عندنا البشره، سواء جافه دهنيه حساسه او بشره عاديه، المهم هو رطبوها سواء بزيوت سواء بكريمات سواء فازلين، المهم ضروري من يعني الترطيب ديال البشره باش هكذا ما يجوناش تجاعيد كثار، ما يجوناش تجاعيد اوستيف واحد يعني الوقت اللي هو مبكر، فبزاف ديال الامور داكشي علاش ضروري ما نعملوا الترطيب البشره الوجه ديالنا. هكذا تكون سالت الوصفه ديالي، صراحه رائعه جدا في ظرف واحد الخمسه ديال الايام او اقل، ممكن غير 3 ايام فقط، تحصلوا على نتائج رهيبه وغزاله بزاف، تخلصكم الحساسيه من يعني داك النمش والكلاف الحبوب، كل المشاكل اللي غيواجهها ان شاء الله او تواجهها بليطول بشره الوجه ديالكم. نشكركم على حسن المتابعه، ما تنساوناش باللايك، اشتراكوا في القناه، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وانا نقول لكم نشوفكم ان شاء الله في البروشين فيديو. خليت لكم الراحه والهنا، والسلام عليكم حتى الفيديو الجديد ان شاء الله.